على وقع التوتر المتصاعد في المنطقه الى اين تتجه الاوضاع وما السيناريوهات التي تنتظر الرد الذي تنوي ايران توجيهه الى اسرائيل بعد عمليه الاغتيال التي تعرض لها اسماعيل هنيه في طهران في الأثناء، يستمر حشد الولايات المتحدة للسفن الحربية والطائرات المقاتلة التي تقول إنها لحماية قواتها وحليفتها إسرائيل من تهديدات إيران والفصائل المرتبطة بها من خلال المتابعه لتطورات الاحداث فيبدو ان طبيعه الرد الايراني مرتبط برغبه طهران لاستعاده سيادتها بعد عمليه الاغتيال في ارضها ويتسق هذا مع تصريحات المسؤولين الايرانيين التي توحي ان هناك قرارا قد اتخذ بالفعل للرد على اسرائيل في خضم هذا المشهد تبرز العديد من السيناريوهات التي من المتوقع ان تشارك فيها الفصائل المسلحه في لبنان واليمن والعراق وسوريا وغزه، بما يضمن الضرب المتزامن والمكثف للنيران البعيده والقريبه من جبهات عده لتحقيق اغراق ناري بمناطق محدده في المدن الاسرائيليه والتركيز على القواعد العسكريه الحساسه كاولويه. سيناريو اخر للرد الايراني يكمن في الذهاب نحو ضربه ناريه كبيره مع محاوله الغزو البري في اجزاء من شمال فلسطين بما لا يستوعبه الاحتلال الاسرائيلي ما قد يضطره الى رده فعل شديده نحو طهران وباقي الجبهات وهذا بدوره قد يؤدي الى نشوب حرب اقليميه شامله وفقا لدراسات عسكريه لكن محللين عسكريين يرون ان قواعد الاشتباك بين الطرفين توحي بانهما لا يريدان التصعيد نحو حرب اقليميه في المنطقه ومع ذلك يستمر التصعيد والتحشيد من جميع الاطراف بينما انظار العالم تترقب بحذر وتخشى من تداعياتها وتحبس انفاسها من فتيل حرب واسعه قد تلقي بظلالها على المنطقه كلها